Thank you.
زيرو ما عين فيك عزيز فليمة طالبين من مولانا ومن الدولة ومن الشعب كامل الناس اللي عدل قصبوا ولدنا هذا يقضينا منه الله ويحررنا منه حجر وطالبين منه وهذا مجاهد في سبيل الله وتحت ياسر من المسلمين عايشين سمعت وهذه الدعوة خلها من 82 هو فيها ما قطع عند الشينا ولا قطع عند الشيخ حامد كتاب الله ولا في الدعوة مقاري ومقرر من ترك القرية كامل مقريها أستاذ الدروس مقري كان ما خالق حد يخلق حق ياسر من الناس جاهلة وقرأ عليه ظهره هو وقرأ عليه هو وعم عيش ياسر من الأدمية ومتابعوا ياسر اليتيم والمهو يتيم والفقير والمهو فقير كامل تابعوا ولا يعدل ما هو الشيء الصالح ولا قط عدل الشينة ولا قط عدل الناقصة وبار من عند صبعك راعي للقطاعي بار الام وبار العم وبار الادم يا كامل ونحن هذول منا كان جاهل عاد قاري من اخلاقه هو والناس عدل ياسر في ذاك بريدين قال له ابو انت عدل فيها ياسر وعدل اشرح فيها ياسر من الدين ما هو شوي وطالبين من مولانا على انهم يقضينا منهم يقضينا من الناس اللي اغتصبوا ولدنا هذا وقصبوا الشباب يقضينا منهم ماشي جاهد في سبيل الله ما يعدل شيء خاسر لا يعدل شيء مقتول ظلما وعدوانا ما عنده من السلاح ما هو المصاحف رافدهم هو اللي عنده من السلاح طالبين من عند الله يقضينا منهم مولانا ندوره يقضينا منهم انا من تعمه هو اسمه جبريل ولينا الله جبريل ولينا الله انا من تعمه والراجل اللي معايا خال واقف هو المربي هو اللي عنده من الاخوان عنده 52 سنه عنده 52 سنه وذي الدعوة مرقها ماشي فيها من 82 هو ماشي فيها شباب صغير سنن وطالبين منه يقضينا منه مع تجام الله خمسة ما قط شافنا ولا قطرانا لا يصفقنا والله يبقينا في شنو احنا قاعد حتى أولادنا من وراه وكرهنا شقال نبقوه ترشحه